يا مساء الفل والسعادة والهنا والفرفشة على كل مشاهدينا الكرام. برحب بكم في أولى حلقات برنامجنا الصحبة جاية. هيكون معاكم أسماء المهدي وعماد النمر على مدار ساعة من دلوقتي من كل سبت. أهلا بك يا عماد. أهلا بك يا أسماء، ومبروك علينا وعلى كل السادة المشاهدين. يا رب إن شاء الله فقراتنا تنول إعجابكم وكل فرمات البرنامج في أولى حلقات البرنامج. النهاردة يا جماعة اسم برنامجنا اسمه الصحبجية، يعني اللمة الحلوة. دايما لما كنا بنحب نخرج نقول مش مهم هنروح فين، المهم اللمة الحلوة. دايما لما كنا بنحب ناكل نقول مش مهم نوعية الأكل، المهم الصحبة الحلوة. من خلال برنامجنا يا جماعة هنقدم لكم أحلى صحبة وأحلى لمة من خلال الضيوف اللي هتنورنا على مدار فقراتنا. وكمان يا أسماء هيكون معانا إن شاء الله فنانين وفنانات وشيفات وكمان طب، وكمان مش هننسى هنتلاقى عايزين آرائكم واقتراحاتكم ودعمكم للبرنامج. وكمان في حاجة كمان النهاردة يا عماد أحب أقولها للسادة المشاهدين، هيكون معانا مفاجأة كبيرة جدا. هيكون معانا فنان قدير الظل، فنان قدير خفيف الظل، ليه جماهيرية عالية، دايما بنسميه صاحب الطاقة الإيجابية والطاقة اللي بتدينا كده حاجة كده شيء من السعادة. مش هقول طبعا اسمه، خليكم متابعينا على مدار الفقرات. وكمان معانا النهاردة مكالمة هاتفية مهمة جدا 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 جدا، هيكون معانا المستشار حسن حميد رئيس مجلس إدارة جريدة الماس الشرق، هيكون معانا في مداخلة هامة جدا 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 النهاردة أو دلوقتي. هو معانا نقول الو. الو، حضرتك المستشار منورنا في اولى حلقات البرنامج النهارده وشرفتنا باتصالك النهارده. اهلا بيك حضرتك. اهلا بيك حضرتك ومنورنا جدا. كلمنا في البدايه عن اهتمامات الجريده واهدافها. اولا برحب بيك وبمشاهدينك الكرام. اهلا بيك. اهلا بيك، نورتنا جدا. الى الجريده، هي الجريدة أسرية بتهتم بكل ما يخص الأسرة، من فنون، من هاند ميد، في كذا مجال، في توعية الطفولة، في الأمومة، أي شيء يخص الأسرة بعيدا عن أي توتر أو أي شيء معترض به في باقي الجرائد، إن إحنا ما بناخدش الأخبار المثيرة للجدل أو كده. فكان الهدف الأساسي بتاعنا إن إحنا نعمل شيء مميز، وهو يكون شيء تثقيف للاسره، توعيه للطفوله، بحيث ان احنا ننشئ جيل يكون عنده وعي. جميل قوي. هي دي اهدافها مختصر. اهلا بك سياده المستشار، المستشار حسن حميد رئيس مجلس. اهلا وسهلا بك. اهلا بيك يا سياده المستشار. طبعا احنا بنرحب بحضرتك، مبسوطين جدا بالمكالمه التليفونيه، وحبيت اقول واسال حضرتك، احنا لاحظنا ان جريده الماس الشرق بتدعم كتير من المواهب الفنيه والثقافيه وكمان فنانين الهاند ميد على كافه المجالات، وكمان يعني التطور كمان الجديد ان انت حضرتك كمان من خلال الجريده ابتديت تدعم اصحاب الهمم الخاصه، ممكن توضح لي ده وايه كمان المفاجات اللي محضرها لنا من خلال الجريده؟ اولا زي ما قلت في البدايه انها بتهتم كل ما يخص الاسره، وكان من خلال نظرتنا ان احنا شايفين ان فناني الهاند ميد زي ما تقول مفيش تسليط الضوء عليهم، ففكرنا ان احنا نعمل لهم شيء يكون مميز كدعم كتشجيع ليهم، من خلال ان احنا بنعمل لهم مسابقات. حلو جدا. كدعم تكريم. بالنسبه الى اصحاب الهمم، لقينا فيهم مبدعين وفيهم ناس تستحق كل التقدير وكل الاحترام. أكيد. وطبعا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لما كان اولى ان اعطى ان الفرصه لاصحاب الهمم ان احنا ندعمهم، ففكرت كتير ان انا اعمل قسم خاص بيهم، فيهم ناس متخصصين بيدوا لاهاليهم محاضرات وبيكتبوا لهم مقالات كيفيه التعامل، كيفيه توعيتهم، ده من خلالهم. النقطه الثانيه بالنسبه الحاجه الجديده اللي يمكن اول مره افكر فيها ان انا هعملها باذن الله قريب، في بالتنسيق مع مديرة القسم الرياضي عندي في الجريدة الكابتن سماح حمزة، ان احنا هنعمل زي معارض على مستوى المحافظات
احتمال تكون في النوادي. حاجة جميلة. المعارض ديت هتخص أصحاب الهاند ميد، وبالإضافة هندخل معاهم أصحاب الهمم من جداً. الأشغال اليدوية، بحيث إن هيكونوا كلهم واقفين جنب بعض، مش هنعمل فيها تفرقة بين دوت عادي أو دوت من أصحاب الهمم. هيكون فيها يعني حاجة كدوت نقول لهم إيد بإيد زي ما بنقول. طب معالي المستشار، حابب تحكي لنا عن الجروب الخاص على الفيسبوك الخاص برضو بالهاند ميد. الجروب الخاص دوت جروب خليك مشهور. اول ما بدأناه على فكرة الأستاذة أسماء المهدي هي من مؤسسين الجروب، ما شاء الله. لأن أسماء المهدي من فناني الهاند ميد، الناس المميزة اللي نعتز بيها وبشغلها. جينا فكرنا ان احنا نعمل كمكان ان احنا نجمع فيه فناني الهاند ميد بدل ما كل واحد يبقى في مكان. جميلة جدا. الحمد لله الجروب لقى صدى كويس. الجروب كبر دلوقتي، وبقينا في بنعمل مسابقات تشجيعيه، بقينا بنشجعهم بنقول لهم برافو كملوا شغلكم كويس. بقت في روح من التنافس، وفي كل واحد عايز يطلع اجمل ما عنده في الجروب. دي الخطوه اللي بداناها في جروب خليك مشهور. تتالت بعد كده هوت في جروبات ثانيه لكل الاقسام، من الطفوله، من اصحاب الهمم زي ما قلت، من الفن، من الازياء، من الموضه، حتى التغذيه والصحه. كل دول ان انا قسمتهم لما نجحت تجربتنا في جروب خليك مشهور. سياده المستشار حسن حميد، رئيس مجلس اداره الماس الشرق، نورتنا يا فندم بالاتصال التليفوني، وبتمنى لك كل توفيق، ودايما الجريده في ازدهار وتطور. وشكر خاص لحضرتك وكل القائمين على الجريده، وشكر خاص برضو لجروب خليك مشهور، ودايما بيرتقي بفنانينه وفنانين الهاند ميد. بتمنى لهم كل التوفيق، دايما مشهورين باعمالهم الفنيه، وكل النجاح والتوفيق للجميع يا رب. شكرا سيادة المستشار، ومزيد من النجاحات ان شاء الله والتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. فاصل ونواصل. ورجعنا بعد الفاصل، ولسه مكملين معاكم اولى حلقات برنامج الصحبه جيه. والنهارده في الصحبه جيه في الاستوديو معانا خفيف الظل، معانا ايقونه السعاده، معانا صاحب السعاده، صاحب الابتسامه، انسان حفر اسمه من ذهب، فنان كلنا بنحبه، فنان مهما قلت عليه مش هقدر اوصف لك واوصف كلامي ليه. معانا النهارده الاستاذ الجميل الفنان عبد الله مشرف، منورنا النهارده. وطبعا مش عايز اقول لك ان احنا مبسوطين جدا جدا بتشريفك لينا النهارده. وانا مبسوط بيك والله، متشكر جدا. الله يخليك يا رب، ودايما مشرفنا دايما. الله يكرمك. خلينا برضو نشوف الشيف الجميل اللي معانا النهارده، شيف الاء، منورانا النهارده. اهلا وسهلا فيك. اهلا بيكي. وطبعا انت هتقولي لنا طبعا الاكل اللي انت عاملينه النهارده ايه، وطبخنا ايه النهارده، عشان انت جوحتينا من الريحه اللي شغاله دي. طيب ماشي، قولي لنا كده هتعمل ايه. بس لما نسال الاستاذ عبد الله ونرحب بيه، اسماء انت النهارده طبعا مجهزه لنا اسئله كتير قوي طبعا للاستاذ عبد الله. الاول طبعا نشوف شائماء الاء هتقدم لنا ايه، ونبتدي مع الشيف مع الفنان ان شاء الله. هتقدم لنا ايه يا الاء؟ اليوم اكلنا شوي ميكس من جميع بلاد الشام العربيه، يعني عندنا المسخن الاردني، والفته الحمص مع شويه تعديل عشان المصريين هون كتير بيحبوا البروتين بالاكل، فدخلت لها بروتين علما انه هي ما فيها. والمشروب عندنا بناني اللي هو الجلاب بالمياه الغازيه. هو مشكله في الاسامي، تحس اسامي كده مكلكعه شويه، شويه دلع فيها بس. هنشوفها دلوقتي. طب يلا الاقي بقى ورينا. انا هبتدي عبين ما ترجعوا لي تاني. ارجع بقى لفناننا، وعايزه اعمل له يعني مقدمه كده، يعني اعبر فيها عن مشاعري. مش نشوف الاكل الاول. انت مستعجل قوي. احنا جينا. لا انت كده مستعجل قوي، لسه الاء هي الاء حطانا كده تسخين يعني. طيب ماشي. اهلا بفناننا. اكل جميل. اهلا بفناننا الرائع الكوميديان بالدرجه الاولى. ربنا يخليك. صغيرين وكبار، حبيب الكل على مدار الاجيال. عندك كده خلطه سحريه بتدخل قلوبنا من غير اي استئذان. ممكن نقدر نقول ممكن بتكون حاجة كده تلقائية،
او ممكن حاجه كده عفويه، وممكن كمان نقول حاجه ربانيه. ودايما نقول اللي ربنا بيحبه بيحبب فيه خلقه. وانت ما شاء الله حبايبك كتير، سواء على المستوى الشخصي والمستوى المهني، دايما بنحس انك قريب مننا، بنحس فيك الاب والاخ والصديق، صوتك مميز وادائك مميز. قول لي بقى يا فنان وسمعني يا شقلشه، يومك بيمشي ازاي؟ يومي يومك بيمشي ازاي مع الكورونا؟ يعني معايش حياتك طبيعي جدا ومع الاجراءات الاحترازيه وسايبها على ربنا، ولا بعد الكورونا ابتديت بقى تخف مقابلاتك، في شويه تحفظات مقابلاتك ولقاءاتك؟ قول لي يومك بيمشي ازاي وسمعني يا شقلشه تاني. هو يومي بيمشي بالكلام اللي بسمعه في التلفزيون دايما، الاجراءات الاحترازيه. فلازم ألبي هذه الإجراءات الاحترازية. تمام. ألبس الكمامة. يعني بتحب تطبق القوانين. لازم. ليه؟ لأن ده شيء بيقولون عليه وبيحذرونا منه. أكيد. فلازم أعمله. فألبس الكمامة وأنا ماشي. طب أنت خايف، يعني أنت دلوقتي بتعمل الإجراءات الاحترازية بتاعتك، بس هل أنت بتبقى خايف على نفسك ولا خايف على الناس اللي حواليك، ولا أنت خايف من الناس اللي حواليك؟ ولا انت بتسلمها لله؟ مسلمينها لله طبعا. اه بس تمام. زي ما بخاف على نفسي تخاف على الاخرين؟ غيرك. وانا لما بخاف على نفسي يبقى بخاف على الاخرين. صح صح يا فنان. يبقى يعني بدل الاخرين انهم يبقوا كويسين. ربنا يخليك يا رب ويديك الصحة ويعافينا يا رب من أي مرض إن شاء الله، وربنا يحفظ مصر وأهلها. آمين يا رب. حضرتك يا فنان كنت بتقلد زمان فنانين كتير، هل في حاجة حاضرة معاك دلوقتي ممكن تقلدها لنا؟ دلوقتي ما ينفعش. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لأن أنا الفنان ده عامل زي السمك في المية. لما يخرج من المية السمك يموت. بس انت لسه ما شاء الله. انا جاي احضر برنامج. مش جاي امثل. بس انت كلك كوميديان، انت اي لو حاجه لو جيت امثل لازم اعيش القصه نفسها او القصه. انا جاي عشان كده يعني. انت مش حاضر دلوقتي فما اقدرش اعملها. لكن دي موجوده في كل حاجه دلوقتي، الناس بتسمعها كتير. احنا طبعا حافظين كل افهاتك. حافظين طالما في جبهات الموبايل دلوقتي. طبعا دلوقتي احنا كل كومنتات. طبعا. تمام. قول لي بقى يا فنان، انت ازاي بتصنف اعمالك؟ يعني هل انت يعني بيبقى همك الضيوف او النجوم اللي هيبقوا مشتركين معاك في العمل، ولا انت مش بيبقى فارق معاك مين المشترك في العمل ده، بس فارق الاداء اللي انت هتاديه او الدور اللي انت معروض عليك؟ يعني بتختاره على اي اساس عمل؟ انا لما بيجي السكريبت وبيقولوا لي دور كذا والفيلم ده اخراج فلان وبطولة فلان وبتاع مش عارف ايه، ورا الدور عجبني باجي عامله. تمام. وبتبدع بقى فيه. بتقعد بقى تاخد وتدي كده مع نفسك، بتقراه بتنفذه زي ما هو، ولا انت ليه؟ خلاص. تمام. فبشتغل فيه بقى على طول. قول لي يا نجمنا الكبير، بدايتك في التمثيل كانت ازاي؟ اكيد هي كانت رحله شاقه. بدايتك في التمثيل كانت ازاي؟ اكيد في لحضرتك رحله شاقه للوصول، يعني هل في كانت صعوبات بتواجهها كانت؟ ابدا. هو انا لما خدت الثانويه العامه كنت جايب مجموع صغير، ما كانش فيه كلية قبلاني. واحد صاحبي قابلته قال انا بشتغل ضابط امن وعمر خيام. تمام. قال لي النهارده افتتاح عمر الخيام. رحت عمر الخيام لقيت فنانين مصر كلهم. جميل. صورت معاهم وخرجت من اليوم ده مع صاحبي وماشيين في شارع المعهد السويسري في الزمالك، لان كان عمر خيام ده اسمه ماريو دلوقتي. تمام. اللي هو ماريو دلوقتي. ايوه.
لقينا مكتوب يافطة المعهد العالي التمثيل للفنون المسرحية. الفنون المسرحية. ايه المعهد ده؟ قال لي ده تمثيل. ده المعهد ده معمول علشانك. رحت تاني يوم اسأل في المعهد لقيت ايه؟ معهد عالي وبيقبل بالمجموع الصغير بس في امتحان. امتحان موهبة. تمتحن تنجح. اختبار موهبة. بس امتحنت قابلت الفنان الله يرحمه هنا عبد الفتاح وقال لي قلت له انا بقال لي الفنانين وبعمل كذا وبعمل كذا موهبتي. قال لي لا ده انت كده تسقط. تعالى معايا انا بعمل عيلة مرزوقة فندم في شارع الشريفين وهديك ايه الادوار اللي تدخل بيها. اداني هاملت وهيمون. Yeah, ان شاء الله. وشكلني شكلني الدورين ورحت امتحنت ونجحت. خدت 4 سنين المعهد. بقيت مؤيد عادي. ما شاء الله. ما شاء الله عليك يا فنان، انت فنان، انت ذو قامة فنية فعلا زي ما عماد قال ان انت اسمك محفور بالذهب. محبوب من الكل زي ما قلت صغيرين وكبار. نرجع تاني لشيف الاء ونشوف مقدمانا ايه النهاردة وصلت لايه علشان عايزين ندوق كده الفنان ونشوف الدنيا ايه. فين يلا. هو قاعد يستني. انا ابتديت بصراحة بالاتنين مع بعض، مع فتة الحمص مع المسخن. اول شيء هبتدي بالمسخن. انا شو عملته وشو المقادير على السريع. جميل. انا مستعمله نص كيلو بصل جوانح بيتحط عليه نص كيلو صدوره او اوراق مخليه متقطعه صغير. جوانح دي اللي هي جناحات ولا دي ايه؟ الشيش او صدور. تمام تمام. مخليين المهم عشان بس الساده المشاهدين يعرفوا جوانح يعني. لا لا ما احنا بالجناحات نحن بس بنحط معلقتين زيت. هي ممكن نحط واحدة زيت زيتون واحدة عادي بس يعني بعد ما عرفنا انه زيت الزيتون ما كتير بينفع انه يتعرض للحرارة يعني، فدلوقتي بستعمل الزيت العادي. واخر شيء لما تبرد الاكلة بحط لها شوية زيت زيتون. تمام. اول شيء. بعدين بحط 3 معالق لـ4 معالق سماق ناعم. وبعدين بنحط الزيت وبعدين البصل اللي يتدبل على الاخر وبعدين بحط له الفراخ. هلا انا هون جايبتها مستويه بس يفضل انه احنا نحطها تكون نيه عشان تنزل دسمه وتدبل لي البصل اكثر. تمام. بس وملح وفلفل الطبيعي تبع كل اكله. وبس تخلص التفاصيل هاي اللي احنا عملناها نكون جاهزين العيش الصاج. هنلفها مثل هالفرجيون هلا كيف بنلفها مثل رول وبعدين بعطيها صدمه هيك مثل التشويحه على الطاسه. هي بالنسبه للمسخن. اما بالنسبه للفته معي اليوم، اول شيء هي فته اصوله لا فيها فراخ ولا فيها عيش محمص، هي بتبقى عيش ني شامي متقطع. بس انا اليوم قلت نغير شوي عن التقليدي. حمصت العيش الشامي اللبناني اللي معني اهو. حلو. حمص. الحمص سخنته عندي تقريبا يعني. نص كيلو حمص اتسلق يعني. اتسلق. هو اوريدي مسلوق. وبعدين حطيت عليه الكمون والملح والفلفل. تمام. على الحمص. هو عم يتسلق. هو انا جايبته مسلوق جاهز مجرد سخنته وزودت له مي بس. تمام تمام. وبعدين حطيت من المرقه تبعه على العيش وحطيت الحمص وراح احط هلا عليه الفراخ. تمام تمام. هي الاصوله ما فيها فراخ بس انت حطيت الفراخ يعني لمسه كده من عندك. لمسه وغير هيك على فكره بتفرق طعم. انا اقول لك شو عندنا فته السوري تبع الفراخ اللي بالزبادي والطحينه. انا دمجت الاثنين مع بعض، فته الحمص على فته الفراخ. طب انا عايز اسال الفنان الجميل ايه رايك في الاكل الجميله دي؟ انت في حاجات بتحبها معينه؟ حاجه جميله والله. ها في حاجات معينه بتحبها في الاكلات السوريه؟ نعمه من نعم ربنا. في حاجة معينة بتحبها في الأكلات؟ كل حاجة جميلة ما شاء الله. طيب يا فنان قولي بقى دلوقتي أي يعني أنت إيه المكان اللي أنت بتحبه
بتحب تدي فيه كده، تاخد ريست، تعمل دماغ وتقولي انا عايزه اسافر المكان ده او اروح المكان ده، ايه المكان المفضل بالنسبه لك؟ انا عارفه بس مش هقول. مفيش مكان مفضل. امال ايه؟ قولي وجهه نظرك. اماكن في الدنيا مفضله. ايوه حكمتك بقى في الحياه سمعها لي. ما هي دي. قول. انا راجل بسيط جدا والله، متواضع. بساطه جميله طبعا. وبعدين عندي دائما اكلم ربنا ونعم بالله. ربنا خلق الانسان دي كم عين، كم مناخير، كم ودن، هلاقي الناس كلها زيي. خلق الانسان في احسن تكوين، في احسن تصوير، كلنا زي بعض اكيد، مفيش حد واخد زياده عن التاني اكيد. صوابعك 10، ايه ده؟ ايه اللي ربنا خلقه؟ مفيش حد زياده عني بحاجه. وقلت كمان ان كل انسان الارض دي ملكه، واحنا الانسان بقى اللي واخد كل زي بالظبط، راح ربنا مديله ايه؟ قال لي انا لما بخلع حاجه بديها وسيله دفاع. وسيله دفاعك العقل. صح. العقل. ايه العقل ده يا رب؟ قال لي ده انت هتحبس الاسد في قفص. ده انت هتدرب الاسد. ياه. اقوى حاجه. قال لي وعشان الارض، قال لي عشان العقل ده بيزهق بسرعه. اخليك تقف مع واحد تقول له على فكره انت اسكندراني. انت بورسعيدي. انت صعيدي. ياه. قال لي عشان ما تزهقش، والتخين والرفيع والقصير والطويل. كل دول عشان مش خلقنا احنا زي بعض صحيح. ولكن مختلفين عشان ما تزهقش لان مديك العقل. قال لي ورحت خالق منك انجليزي وفرنساوي وهندي وصيني والماني. ايه كل ده يا رب؟ قال لي عشان ما تزهقش. صح. ربنا ليه حكمه. طب مين اللي هيدخل النار يا رب بقى؟ انا اتولدت لقيت نفسي مسلم. قال لي اللي يدخل النار ويدخل الجنه دي بتاعتي انا. مش بتاعتك انت. كل واحد وعمله بقى. انا اللي ابص لها دي. انما انت بني ادم. وكل الناس اللي مخلوقه على وجه الارض دي بتشتغل عشان بعضيها. اللي بيعمل لي الكنبه ديت، اللي بيعمل لي الاستوديو، اللي بيصور، كل الناس بتشتغل لنفسها. صح. بس اللي جنب ربنا وبيذكره على طول، ربنا بيذكره، بيبعد الشيطان عنه. لان الشيطان ده استخبى فينا، لان ربنا قال ان الشيطان قال لربنا انت مديله العقل اقوى حاجه هيجيبني من قاع البحار، فخبيني في نفسه فاستخبى فينا فبيوسوس لنا. كل ذكرك لربنا، كل البشر على وجه الارض دول بيخدموك ونعم بالله، وانت بتخدميهم ونعم بالله، لازم تشتغل عشان تخدميهم. صح. ده العمار ربنا قال عليه. فكل انسان لازم يعمل علشان خاطر الغير. صح. ويحب عمله. وكل الناس لازم تحبيها. ليه؟ لان ربنا خلقه. ليه في شيء من الله؟ أكيد. اي بني ادم. صح. وكل خلق الله لازم تحبيهم. والله الدنيا في الاخر مش سهله يا فنان. في الاخر بس يا ريت الناس تعرف ان احنا كلنا بنحب بعض. انا قاعد اهو في الاستوديو بتكلم. وخد راحتك وملك كل دمانك. الناس اللي حواليا دول بيشتغلوا عشاني. طبعا. وانا بشتغل عشانهم. ده انت كفايه نورك، شرف لينا يا فنان. شرفتنا جدا. فهي دي الدنيا. قول لي يا فنان، مين اقرب ليك من الفنانين اصحابك او اقرب؟ مفيش، كلهم زي بعض. اكيد في حد اقرب. ولا في اي حد اقرب. مفيش حد يعني ليك صداقه كلهم زي بعضيهم بالنسبه لي. كل الناس بحبها. ربنا يحبك فيه خير دايما وانت راجل. طب وده تواضع يا فنان منك ولا انت؟ مش تواضع، ده حقيقه. انت شخصيتك بس ده مخلوق، وربنا خلق ده غير ده، وده غير ده غير ده. انا فنان. طب ما زميلي فنان غيري. ليه اسلوب تاني وده ليه اسلوب تاني؟ فكل الناس الوان فعلا، حابب الناس كلها. صح.
صح ربنا يحبب فيك خالد يا رب كمان وكمان يا رب يا رب. طيب قولي بقى يا فنان، في مشهد كده شفناه في مسلسل ونيس اللي هو مشهد رائع جدا، وانا بتفرج عليه يعني حسيت كده يعني الدنيا بسيطه وقد ايه قعدت اضحك، مع اني انا هقول المشهد ده والله فعلا كل المشاهد حلوه، مفيش حاجه وحشه وحافظينها كلها. قول لي بقى يا فنان، المشهد بتاع مسلسل الفنان محمد صبحي اللي هو مشهد القطه اللي هو الاسد وانت اتعاملت معاه على انه قطه، عايزاك تحكي لي الموقف ده. ده الاسد ده كانوا مدينه حقنه، كان مسترخي جدا معاك، حتى الاستاذ صبحي قال لي ايه ما تخافش ده هو واخد حقنه احطه على حجرك، ما تشيله كده واحطه على حجرك. ده انت كنت حاضنه وبتحسس وايه؟ انا قلت هو معقول، هو اكيد فاكره قطه فعلا عشان كده اتعاملت عادي. بقى ما املس عليه وبتاع وهو واخد حقنه نايم. عمال اقول، فلما قال لي ايه ده يا عبد الله، قلت له قطه، قال لي ده مش قطه، قلت له يا قط يا قطه اتاريه مش بينونو اول ما قال لك اصله اسد اتاريه مش بينونو، انا سمعت مش بينونو ودي ما ادريتش بنفسي. طبعا حي هيستريت ده طبعا. مشهد الاستاذ صبحي كان عامله حلو. لا جميل، بصي انتوا كنتوا عاملين كيمياء كده، حاله جميله، حاله فعلا جميله، كل اسره البيت بتحبها، عارفه بتشتغلوا بمزاج مش شغل بقى زي ما احنا قلنا في السؤال اللي فات، لا حاجه كده ميكس كيمياء انسيابيه مع بعض، فده اللي بينجح اي عمل مشترك. طبعا طبعا. قول لنا في كواليس كده احنا ما نعرفهاش جميله، ممكن تحكيها لنا كده في مسلسل ونيس اجزاء ما شاء الله 5 اجزاء. كواليسه كتير قوي. ايه الحاجه بقى اللي فاكرها بقى ممكن تحكيها للساده المشاهدين؟ اكيد طبعا والله حاجات جميله جدا كتير، بس هم يعرفوها يعني الوقت الفيسبوك والبتاع ما خلاش. لا بقى يكتبوا جوجل ويكتبوا يجيبوا كل حاجه عني. صح كده. ويجيبوها وانا قلتها قبل كده، وبرنامج مش عارف ايه، انا ساعات بتفرج ببقى ناسي اللي انا قلته. بس مفيش مثلا كواليس حاجه كده غريبه حصلت في التصوير ما بين المشاهد اللي كنت بتصورها؟ اكيد في احداث كتيره جدا جدا. في احداث كتير بتحصل. امال ايه فنان، انت انا حاسه كده ان انت ايه مش عايز تطلع حاجه كده ولا كده؟ لا والله فك كده يا فنان وقول لنا كواليسه كده، كواليسه كده. لا يعني عماد عمال يحرب يمين وشمال وانت مش عايز تطلع حاجه. لا فك بقى معايا، احنا هناكلك اكل حلو يبقى تفك. لا ما انا بقول لك الكواليس محفوظه. احنا عايزين نعرف. قول لي كواليسه واحده، قول له لا قولها لعماد. والله ايه موقف في دماغك ما بيتنسيش لغايه دلوقتي؟ حصل لحد دلوقتي كل ما تفتكر تضحك مثلا، احنا برضو عايزين نعرف. ما اصل بص يعني الحاجات دي اصلها ايه؟ يعني مثلا ايه؟ استاذ صبحي يقول لك ايه؟ انت هتدخل المشهد ده هتقول جملة كده بتاع، المهم ايه يعني ساعات بتغلط. ده امر وارد يعني. طبيعي. فبتحصل كريز الضحك. المواقف الجميلة دي مع الغلطات دي بتولد اصلا الضحك وجو يعني جميل. انا مرة في مسرحية اسمها ماما امريكا، وانا عامل فيها شومان، فبدخل له بقول له أميرة كامل ومش عارف ايه وبتاع، فبيقول لي ايه ما توضح كلامك. بقول له أميرة كامل بنكمل يعني. فبقول له ايه، في يوم بقى داخل له بقول له أميرة كامل، وأول ما هتشوفك هتقول لي عروستي اوعي تشوفيني لحد ما الاقي حيطة تداريني. هو المفروض يقول لي وضح كلامك. أقول له أميرة كامل كذا كذا. في اليوم ده بقى بقول له يا عروستي اوعي تشوفيني لحد ما الاقي حيطة تداريني.
قال لي ما تعمل الفوازير احسن. جات لك رزق الضحك يا سيدي. هو ده بقى الشغل. الشغل اللي بيبقى على طبيعته ده. وان اكمل مش عارف. مش عارف خلاص فصلنا. خلاص كده احنا بقى نخليك تكمل مع مين؟ مع الشيف الاء. قول لنا الاء وصلنا لايه؟ ايوه وصلنا اني انا تقريبا طبقتها. حطيت الصوص الطحينه مع الزبادي مع الحمص المطحون تمام مع شويه ليمون وملح وثوم. عملت الصوص كله مع بعضه بس بضرب اول شيء الزبادي لحاله عشان تعطيني انسيابي كريمي عشان ما تعمل كلكعه، وبضرب الطحينه لحاله كمان عشان لما ادمجهم مع بعض ما يعطيني برغله. تمام. وبعدين نزلت الصوص فوق العيش والحمص والفراخ، وانا عامله تكايه صغيره بمرقه الحمص اني حاطه لها مرقه فراخ باودر عشان اعطي ميكس فتت الحمص على فتت الفراخ الاثنين على بعض. تمام. وبعدين زينتها بالكمون والسماق، ضلل عنا بنسميها نحن الطشة السمنة اللي بتتحط على الوش. هي آخر شيء بتتحط لما تيجي عند الأكل. دي اسمها تسقية. اسمها تسقية. اه اللي بنسقيها يعني. أيوه بالظبط. تسقية العيش. ومن إنك أنت بتحط الصوص كلياته بيبقى بيطر الدنيا، يعني صوصها أكتر من الفتة العادية، الفتة العادية بيبقى عيشة أكتر من رزة وصلصتها. هي لأ، الصوص فيها أو الحاجة الكريمي اللي فيها بتبقى أكتر من العيش وباقي التفاصيل. تمام. هي خلصت اول بالنسبه لهي بالمسخن. انا العيش اهو مش مقطعاه زي اربع كيلو مثلث. عيش غريب قوي. عيش صارد. تمام. بعدين هحطه عندي هون. هروح حاطه الفراخ بالبصل اللي انا عملته بالسماق بتاعت المسخن بهي الطريقه. سموها ليه مسخن بقى؟ سألك ليه سموه مسخن؟ هي من الأكلات الشعبية المشهورة بالأردن، يعني مسخن من الأكلات اللي بنسميها نحن. يعني أنت عندكم مشهورين بشو أكتر شيء؟ إيه؟ المصريين المحشي المحشي والبطر والحمام والملوخية والملوخية والقصص هي. الأردن مشهورين بالمنسف والمسخن. المنسف إيه ده؟ المنسف اللي بالجميد والرز الأصفر والهي. فأنا هلفه بهي الطريقة. شايفين بيبقى عامل مثل الميني ساندويتش. تمام. واحط الجريل على النار بشويه زيت او سمنه او اي حاجه ويتشوح. وهشوحه بس نحن نشوف ده لو سخن. مجرد يسخن معنا هروح منزلاه على وش فتت التسقيه. تمام. هنكمل معاكي، هنسيبك يا شيف تبدعي براحتك ونرجع تاني للفنان. قولي بقى يا فنان، في صور احنا عايزين نعرضها يا عماد. يا ريت. ونقول للفنان لو نفسك او حابب عايز تمثل مين الشخصيه؟ لو خيروك بين الفنانين دول يعني ان هم مين فيهم انك تمثل معاهم؟ الصور هتتعرض على الشاشه وتقول لنا الفنان اللي انت حابب تمثل معاه وليه؟ هل حاسس كاريزما بينك وبينه ولا حاسس انك دماغك دماغه زي مثلا شريف منير ولا كريم عبد العزيز او احمد حلمي؟ فين ده؟ الصور هتنزل دلوقتي. نزلت الصور. ممكن تقول لنا شريف منير والفنان الجميل شريف منير والفنان كريم عبد العزيز. مثلت معاهم الاثنين. مثلت ايه بقى؟ مش فاكر بس مثلت معاهم. مش عاتق انت حد يا فنان. لا مثلت معاهم. قايم بكله. كريم عبد العزيز وشريف منير. تمام. ومين تاني يا عماد؟ احمد حلمي. واحمد حلمي اشتغلت معاه كتير. ومنى زكي. ايه احمد حلمي ومنى زكي. ومنى زكي اشتغلت معاه ما شاء الله. كلهم اشتغلت معاه. مش عارفين نزنقك كده في حاجه خالص. لا 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 كلهم ما شاء الله سكتك سالكه. لا الله كلهم اكبر اشتغلت معاه. طب قول لي يا فنان ايه العمل اللي انت عملته حسيت فيه انطلاقه ليه حضرتك، يعني انطلاقه فنيه ليك ان قلت بعد ده خلاص ده بالنسبه لي انا حسيت ان هو خلاص ده الناس عرفتني وكده؟ لا ما اول عمل مثلا او لا 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 الكلام ده ما فيش حاجه اسمها انطلاقه للواحد. يعني مثلا اكيد في فيلم مثلا ميزك عن باقي الاعمال مثلا. لا هو الفيلم بينجح في السوق والناس بتتفرج عليه وبيخرجوا يتكلموا عنك. جميل.
بس اكيد في عمل في دماغ حضرتك اكيد بالنسبه لك انت ده حاجه كان حاجه كويسه ان هو عمل لك يمكن اول عمل الكيف 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 ما شاء الله احنا لحد دلوقتي حافظينه صم يعني المزجان اول عمل كمان الشو بتاع المزجان كان اول عمل ليا حافظين كل الافيهات بتاعته كان اللي هو مزجانجي يا مزجانجي ايوه طيب قولي بقى بمناسبه المزجانجي حافظ لنا حاجه طيب من المزجانجي هو مش هيتكلم قبل ما ياكل كلمتين من المزجانجي بص يا فنان دلوقتي بمناسبه الافيهات اللي انت بتطلعها سواء في مسلسل او عمل مسرحي او فيلم الافيهات دي تبقى مكتوبه في السيناريو ولا بتبقى ده اجتهاد شخصي منك ولا بتبقى موجوده بس انت بتطلعها بطريقتك ساعات بتبقى مكتوبه وساعات يطلع في السيناريو واحنا بنصور كده ان حاجات بتتقال ساعات بتجود من عندك وتحط من حاجات مننا كلنا مش انا لوحدي يعني اقول كذا استاذ محمود عبد العزيز يقول كذا قول كذا اصل الإفيه بيطلع منك اكنه ملوش ميعاد اللي هو تحس كده كل حاجه تلقائيه ما لازم عارفينه قبل ما نصور ما هو ده بقى فنان لعبه النجوم اللي بجد لا الفنانين بيتكلموا وبعدين بنصور بنقول الكلام اللي احنا قلناه تمام طب تمام. حضرتك كوميديان في الفيلم بتاع كتيبه الاعدام مع الاستاذ نور الشريف الله يرحمه حضرتك كنتش بتضحك خالص كنت جد جدا واخد دور ما شاء الله كان عظمه هو الفنان ما فيش حاجه اسمها كوميديان او تراجيديان الفنان موهوب شامل بشخصيه الشخصيه اللي بتتقدم لك انت بتعملها جميل ما انا عملت بفارس بالاجواد طبعا كنت بعيط في المشاهد صح مرات اما ماتت مش عارف ايه كان بالظبط انت تراجيدي تراجيدي فارس بالاجواد فالتراجيديا والكوميديا هي تقمص هي موهبه اصلا وحب للفنان انه يعمل ايه طبعا اللي هو ما يحطش نفسه في كارير معين بيشتغل باخلاص هي الموهبه اللي بتفصل بين كل فنان وفنان اللي هو شامل كل الادوار وكل الالوان انت بتشتغل باخلاص صح صح فما فيش حاجه اسمها تراجيدي كوميدي انت فنان تحس بالمشهد اللي انت بتعمله بس هو المفروض ان احنا معانا صورتين برضو كنت عايزه الفنان برضو يقول رايه في الاثنين وهل حابب يمثل معاهم ياسمين عبد العزيز ونيلي كريم اصل دي اصل انت بتقولي لي حابب تمثل معاهم لا مش قصدي انت شايفهم ازاي بالنسبه لك وحابب فعلا العمل معاهم كويسين وحابب العمل معاهم طبعا وحابب العمل مع الكل انا عارفه بتحب كل الناس انا عارفه فهي العمليه مش عمليه ياسمين تختار. عبد العزيز العمليه عمليه ايه قولي من وجهه نظرك العمليه عمليه ايه انا لايق في الدور اللي هيجيبوني فيه ولا لا صح كده عايز تحط أنا نفسك في الدور المناسب في مكانك صح أنا عايز تحط ابص لنفسي هيكون اضافه او لا هل ده هعرف اعمله صح طب في عمل انت عملته وانت حسيت كده هو اللي هو ايه ما كانش عاجبك انك تعمله مفيش عارف مفيش ليه مفيش غير عمر وسلمى ايوه هو اللي كنت رافض اقول الكلام اللي قلته قالوه لان هو اشتغلته كان... عشان ما كانش فيه غيري اللي يعمل الدور ده صح عشان هو طبعا كان جزء تاني كان مختارين عشان صح من الفيلم عشان اعمل الدور بتاع مزاجنجي طيب قولي يا شيف نرجع تاني للشيف عملتي ايه شيف الاء عشان المشروب الاول قبل هتقدمي ايه مشروب المشروب هو عباره عن صوص الجلاب محطوط له راح احط له مياه غازيه مسكره فيها سكر هي عباره عن بس بنحط شوي من الصوص هو ده صوص توت ولا هو عباره عن ايه صوص الجلاب صوص الجلاب عباره عن دبس العنب دبس والزبيب المطحون المهروس مع ماء الورد و ده متواجد في المحلات متواجد والناس اذا بدها تحب تعمله لازم تنقع الزبيب كتير يعني ينقع لحد ما يتشرب ونقدر نطحنه وبعدين هيتحط عليه دبس العنب
موجود بالسوبر ماركتات الكبيره. يعني نحطوه ونخفف بالمواد الغازيه لما نحن نعمله اسمه ايه ده، نعمله نطحن اول شيء الصوص ويبقى معنا سايب، وبعدين بنحط مثل ما انا عملت هيك الصوص بقاع الكوبايه، وبعدين بنزل عليه بالمياه الغازيه. فهمت علي كيف انا؟ وغير هون انا لفيت المسخن كله وعادي بشوحه بس. طب والمسخن فاضل عليه قد ايه يا لا؟ لا خلص قربنا هاي ليك، طلعت اول ثلاثه عشان وقت البرنامج. لا ما في، احنا خلصنا. انا عادي عم بتسلى وبلف بس يعني. انا خلص يا سيدي لف براحتك. واحنا لا انا خلص راح دورانا النهارده. وكمان يعني الريحه فعلا باين من بعيد عن الاسامي اللي انا عماله اسمعها، بس هو ريحه حلوه. تسلم ليكي. هلا هتدوقي شغلات كتير طيبه كمان. طيب وريني شغله منهم. فيكي تعي دوقك المسخن الاول. ماشي. انا راح احط بس المياه الغازيه هون. طب المشروب ده قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ والله زي ما انتم حابين. يعني ترجع لكم يعني انتم. يعني مثلا ايه عماد، هو روجيتا المشروب قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ قصدك المشروب ده عايز افصل اشربه الاول ولا اكل الاول؟ المشروب هو هيك وسط الاكل مثلا. انا فيني اعطي استاذنا الاول. ادينا انا بقى مثلا عشان انا ماشي. قول لي بقى يا فنان، انت اول واحد هتدوق. اتفضل يا فنان. شكرا. قول لنا بقى الاخبار. سمعني. دي حاجه جميله جدا يعني. طب هو مثلا ان هو بعد الجلاب وبعد الايه الاء. طب انا هدي للاستاذ المسخن لسه والتسقيه. طيب تسقيه ممكن تاكلوها بعد الهواء عشان ده اسمه ايه بقى ده؟ هذا الجلاب بالمي الغازيه، بالمياه الغازيه. طب اقول لك بقى انا احساسي بالطعم ايه؟ اللي هو عارفه الفيروز بطعم التوت. صح. فيروز بطعم التوت. حاسس في التوت في الموضوع. انا بقى ده احساسي. طلع هو ده الجلاب في الاخر؟ هو الجلاب. طب هو دبس العنب بيعطيك احساس التوت اللي انت جلاب النصايب. فكتب له اغنيه بتاعت اسمها جلاب النصايب. ليه تسلم تسلم ايديك يا آلية. انا انبسطت جدا ان عرفت ايه الجلاب ده. انا لازم تدوقه هذا عبين ما انا. حاجه جميله والله. انا هديك واحده بايدك، انت لازم تدوق وتقلي شو رايك. ايه ده؟ دوق ده بس. كتير ده. دوق بس وقولي شو رايك. حاجه كده بص ملفوفه لفه كده على طول. على طول هو هي حاجه كده مسح وزور كده. خد يا اسماء. ما انا عملنا ننقل على طبق. هجيب لك ده. انا هفضل ابص بص يا فنان عشان ايه؟ عيش وملح. عيش وملح و وايه؟ يا جماعه انا شد وبالهنا والشفاء. هو بالنسبه يا جماعه اللي هو اول افتتاحيه البرنامج. بصي هات لنا الطبق البيبر ده. هو الفاكهه انا ماشي خلاص. انا فاكر ان ده شكله الشاورما بالظبط. لا لا ما له بعلاقه بالشاورما. نفس اللفه. دوق بس وقول لي شو رايك. ايه العلاقه ولا على فكره جميل جدا. جميل جدا. طعم البصل فيه حلو مع خلطه كده. كل يا فنان وتقوت، لازم تاكل وتخلص طبقك. انا هاخده منك. طب ما دقت الحشوه. دقت على فكره جميل جدا. طبق كده قريب مني عشان نحط مثلا حاجتنا برضو. احنا تسلمي ايدك جدا. صحة. ما شاء الله ممتاز. قولي لي طيب لو هو كان باللحمه تعالي يمشي؟ لازم بالفراخ. ها طب انت بقى قدميه مثلا عقبال بقى. عاملين كده مفاجاه للفنان، حاجه بسيطه. ودرع مقدم من البرنامج من انا وعماد من اسره البرنامج. حاجه كده رمزيه. اتفضل حضرتك. شكرا ليك والله. دي حاجه بسيطه. حاجه بسيطه جدا لتشريفك عندنا حضرتك. طبعا تشريفك ده حاجه عظيمه وزادنا شرف وزادنا نور. ومش قادره اقول لك فرق معانا كتير تكون معانا في افتتاحيه البرنامج. ربنا يخليك. مش عارفه اقول لك احساسي يعني فرحي. طبعا احنا على المستوى الشخصي طبعا انت صديقي 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 وحبيبي. ربنا يخليك ليا ودايما شايفاك في احسن حال يا رب. بالنسبه للشيف الاء هتقدم لنا الشكل على الشاشه ولا هي عندنا الطبقين. ايوه سيبيها زي ما هي كده. فنانة الجميل النهارده نورتنا جدا. ربنا يخليك. وبتمنى لك الصحه والسعاده يا رب دايما وتوفيق وتوفيق ومزيد من النجاحات ان شاء الله الايام الجايه يا رب. ربنا دايما يا رب يجعلك مبسوط وسعيد ان شاء الله في الايام الجايه ان شاء الله. وكثير من العمليات العمل ان شاء الله اللي جاي باذن الله يا رب. عايزاك بقى يا فنان تبقى ماشي على اجراءاتك الاحترازيه عشان نعيش في امان وسلام. علشان
بنأمن نفسنا على قد ما نقدر. طبعا. شكرا جدا ليك يا فنان تاني مره والتالت والرابع، نورتنا وشرفتنا، وجودك شرف لينا بطلتك المميزه المبهجه، صاحب الطاقه الايجابيه وايقونه السعاده. ربنا يخليك. شكرا ليك يا شيف الاء، اكلاتك التحفه، الاسامي غريبه بس عجباني فيها دلع. المشروب حلو جدا، حسيت اني اعرفه. الشكل حلو والاكلات ان شاء الله كل حاجه جميله ما شاء الله، بتمنى لك كل التوفيق. شكرا. بشكرك جدا 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 النهارده، نورتينا، وان شاء الله يكون معانا في الحلقات الجايه ان شاء الله ليك الطله الجميله دي والاكلات الجميله دي. اعزائي المشاهدين، كنا معاكم على ساعه على هواء مباشره، تحياتنا ليكم اسماء المهدي وعماد النمر، ونشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقات القادمه ان شاء الله. وكمان عايزين نشكر كل الكاست العمل وكل اللي ورا الكاميرا، عشان فعلا هم تعبوا معانا جداً جداً من جداً. كلهم شكرا، وانتظرونا ان شاء الله، انتظرونا الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله.